عايزين نشوف سارة دلوقتي بتعمل ايه؟ ايه الاخبار يا سارة؟ القهوة بتشرح حاجات كتير قوي عن الشخصية الجميلة اللي معانا. ايوه طيب نشوف الوش اتكلم قال ايه عن شخصية ورينا النجمة ورينا بتاعتي. تعالي ورينا. اوكي يلا بينا. سارة والرسم بالقهوة. اتمنى تكون حاجه عجباك. وتشك كده ويتجنن بجد بجد. طب ورينا كده. بص نشوفها يا خالد. واو الله دي بقى المفاجاه اللي أيوة. هتنضم لنا دلوقتي بعد قليل مدام سوسن، بس هتنضم لنا مش هنا، هتنضم لنا على السحور. يلا بينا. ماشي. الله تشرف. دي اول رسمه النهارده، ويا رب دي حاجه تكون ذكرى حلوه من سيره الحبايب مع ست الحبايب. ربنا يخليكم. سيب جد يا ساره. اعز الحبايب. مبدع. شكرا يا ساره. شكرا. طيب ومن اتفضل ومن ساره لشيف جلال.